أحيانا إذا الطلاب عملوا عنده مشاكل يزعل عليهم ويقسم ألا يحدثهم أياما، يقول الله العظيم محرومين من الحديث كذا يوم، إني ما أتكلم معكم ما أسمع لكم الأحاديث اللي أنا أحفظها. طبعا نحن الآن إذا الدكتور زعل على الطلاب في الجامعة ممكن يحرمهم من دخول الاختبار، ينقصهم درجات، هم في السابق يعني ما يستطيع أن يفعل ذلك، ما هم طلاب في المسجد عنده. فكان ماذا يفعل؟ كان إذا غضب عليهم يحرمهم من أن يحدثهم أياما، هو حافظ أحاديث وهم جاءوا لأجل أن يسمعوها ثم يعودوا إلى أهلهم، فكان يمنعهم من سماع الأحاديث أياما حتى يأخرهم على أهلهم فيتضررون ويتأدبون. يوم من الأيام جاء واحد من مكان بعيد وصلى مع الأعمش في مسجده، ثم التفت على واحد من الطلاب، شاب جاء من مكان بعيد ومسكين طالب علم، التفت هذا الشاب إلى شاب آخر، سلام عليكم. عليكم السلام. قال يا أخي أين الشيخ الأعمش؟ قال هو الذي صلى بنا. وكان الأعمش بعدما كبرت سنه صار أعمى ما يرى. فقال الطالب طيب جزاك الله خير، وأراد أن يقوم فأمسكه الطالب الذي بجانبه، قال ماذا تريد من الشيخ؟ قال أريده أن يعني يسمعني بعض الأحاديث التي عنده حتى أكتبها ثم أرجع إلى أهلي. قال لا، قد أقسم بالله بالأمس، أمس زعلنا عملنا مشكلة شوية، فأقسم بالله ألا يحدثنا شهرا كاملا، فأنت تريد تجلس شهر كامل تنتظر إلى أن ينتهي مدة العقوبة؟ حياك الله. تريد تذهب إلى أهلك ثم ترجع؟ فما في مشكلة. قال كيف يعني شهر كامل أجلس هكذا؟ أنا كلها يومين ثلاثة أحفظ الأحاديث التي عنده وأكتبها وأمشي. قال لا لا لا، شهر كامل لازم تنتظر. قال طيب وين الشيخ؟ قال الشيخ هو الذي صلى بنا. قام إليه هذا الطالب وكان الأعمش قد انتهى من صلاته وأراد أن يقوم وأخذ يتلمس عصاه أين هي، فقام الطالب يمشي حتى وصل إلى الأعمش ثم قال يا شيخ؟ قال نعم. قال تريد أن تذهب إلى بيتك؟ قال نعم. قال أنا أوصلك إلى البيت. فأخذ بيد الأعمش وبدل أن يذهب به يمينا إلى بيته ذهب به يسارا في البر. الأعمش أعمى واستغرب من الطريق، أخذ يمشي، قال يا طالب أنت إلى أين تذهب بي؟ قال إلى بيتك يا شيخ لكن في طريق آخر يعني. قال طيب امشي، يبدأ يمشي يمشي يمشي، يا طالب وصلنا ولا لا؟ قال لا بقي قليل. إلى أن توسط به في البر. لما توسط به في البر قال اسمع يا شيخ. قال نعم. قال أنت الآن في البر، ما حولك إلا ثعالب وثعابين وذئاب وعقارب، إما تحدثني الآن بمئة حديث أكتبها ولا والله لا أتركك في هذا المكان وتموت مكانك. قال يا طالب حرام عليك. قال حرام عليك أنت ليس حرام علي أنا، أنت اللي عالم وما تحدثنا، أنا ما هو ذنبي أن تترك أنك تحدثني بأحاديث لأجل غيري، والله تعطيني الآن مئة حديث أكتبها ولا تموت في مكانك. قال اتق الله. قال اتق الله أنت، يلا مئة حديث ولا أتركك ترى في البر. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. اكتب حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، والطالب يكتب وحدثنا فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطالب يكتب وحدثنا لحد إلى أن أكمل له خمسين حديثا. ثم قال يلا اذهب بي إلى أهلي. قال لها أنا قلت مئة حديث، فهم؟ قال طيب اكتب. وسمع له المئة حديث كلها، والطالب يكتب في الألواح، ألواح معه يكتب فيها مبسوط فرحان. ثم أخذ الألواح معه وقال جزاك الله خير يا شيخ ولا قصرت، وقبل رأس الشيخ ثم أخذ الشيخ بيده، والأعمش يكاد ينفجر من القهر، كيف يعني يغلبني بهالسهولة؟ يمشي به حتى دخلوا البلد. أول ما دخلوا البلد رأى الطالب واحدا من زملائه في مدخل البلد، فأخذ الكتب الأوراق التي معها الصحف الألواح وأعطاه إياه، قال خذ هذه أمانة عندك. والأعمش ما سمعه ومضى يمشي مع الأعمش. أول ما وصلوا إلى بيت الأعمش ووثق الأعمش أنه وصل إلى بيته وتلمس الباب وتأكد أنه عند البيت، تمسك في الطالب وقال أيها الناس لص لص هذا حرامي، خذوا الألواح التي معه خذوها. قال يا شيخ ما مع ألواح؟ ما مع ألواح؟ الأعمش يريد يأخذها ويمسحها حتى يعني يقول له ما استفدت شيء. قال يا شيخ ما مع ألواح؟ فقال الطالب يا شيخ أنا أذكى منك قليلا وأعطيت الألواح واحد من زملائي قبل قليل، خلاص الألواح راحت الآن. فقال الأعمش إذن اسمع. قال نعم.
قال ترى كل الأحاديث التي حدثتك بها ضعيفة. كل الأحاديث اللي حدثتك بها ضعيفة، فإن كنت ريحا فقد لقيت إعصارا. فقال له الطالب: يا شيخ، أنت والله أتقى لله وأخوف لله من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله إلا صحيحة. أنت تقي، لا يمكن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، تألف أحاديث لا يمكن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأعمش: نعم والله، والله إنها صحيحة، لكني من شدة القهر أريدك تذهب وتمسح الألواح، حتى إذا مسحت الألواح آتي أنا وأخليك تندم بعدها وأقول لها ترى صحيحة، لكن واحدة بواحدة. فانظر